السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون شويه طويل حيت الشخصيه اللي غادي نتكلم عليها اليوم كاين بزاف ما يتقال عليه، والاهم هو انه كيعطي دروس في الحياه وكلام مفيد لنا جميع، كلام فيه الحكم، كلام واضح ما يحتاج لا تاويل ولا تفسير. You always listen to your mother. You understand? Do what she tells you to do. She's your best friend. Tell her you love her every day. A mother is a son's first true love. A son, especially that first son, is a mother's last true love. الشخصية ديال اليوم هو الأمريكي الممثل المشهور دينزل واشنطن. More famous than Barack Obama himself is you. How you doing, you man? Got my, How you doing, man? Got change? هو من أكثر الشخصيات اللي أنا شخصياً معجب بها، وغادي نحاول ندرج أجزاء ديال الكلام ديالو وتفرجوا حتى الآخر ديال الفيديو، وكان وعدكم باللي ما غاديش تندموا وغادي تخرجوا بدروس كثيرة في الحياة. 40 years ago, March 27th, 1975, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I've kept God in my life and has kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. I pray that you put your slippers way under the bed tonight so that when you wake up in the morning, you have to get on your knees to reach them. And while you're down there, say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for wisdom. Say thank you in advance for what is already yours. True desire in the heart for anything good is God's proof to you sent beforehand to indicate that it's yours already. And anything you want, you can have. So claim it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. دينزل هينز واشنطن جونيور تزاد في 28 جانفي 1954 وسط عائلة من الطبقة المتوسطة. الأب ديالو حتى هو سميتو دينزل واشنطن جونيور، كان قسيس في الكنيسة الخمسينية وخدم في إدارة الماء ديال نيويورك باش يقدر يصرف على الأسرة ديالو. الأم ديالو لينيس كان عندها صالون ديال الحلاقة وديال التجميل. دينزل واشنطن تربى في بيئة كيغلب عليها الإيمان، الانضباط والخدمة. ملي كان صغير دينزل تأثر بزاف بالخدمة الجادة ديال والديه وبالإيمان ديالهم اللي كان هو الإيمان المسيحي، ولكن طفولته ما كانتش خالية من المشاكل. فاش كان عنده 14 عام والديه طلقوا، وهذا الشيء أثر عليه بزاف وخلاه يتيه شوية في مرحلة المراهقة بحال اللي كيوقع لجميع المراهقين في المرحلة ديال المراهقة. رغم هذه المشاكل الأم ديالو قررت تصيفطو لمدرسة عسكرية في أوكلاند. هذه الخطوة كانت حاسمة في حياته حيث ولات عنده بيئة منظمة ساعدته باش يرجع في الطريق الصحيح. هاد القرار اللي خداته مو قال عليه دينزل منين كبر، من بعد باللي كان نقطة تحول مهمة في حياته وحمته من المشاكل المحتملة. من بعد المدرسة العسكرية دينزل دخل لثانويات ميرلاند في دايتونا بيتش في فلوريدا، في ولاية فلوريدا. كان تلميذ ممتاز ورياضي، كيلعب كرة القدم الأمريكية وكرة السلة. في الأول كان كيفكر يمشي للطب وقرأ في جامعة فوردهام في نيويورك. في البداية كان كيعاني باش يلقى راسو، خدا درس في التمثيل كمادة اختيارية وبدا كيدير واحد الكورس ديال المسرح واكتشف الموهبة ديالو في التمثيل. من بعد ما حصل على الإجازة ديالو في المسرح والصحافة، دينزل بدا كيدير التمثيل بجدية واحترافية
مشى لكاليفورنيا باش يكمل الدراسه ديالو في المعهد الامريكي للمسرح، ولكن رجع لنيويورك باش يتبع الحلم ديالو. في 1977 خدا اول دور ليه في فيلم تلفزيوني سميتو ويلما، وفي هذا الفيلم تلاقى مع مراته المستقبليه الممثله بيرسون اللي تلاقى معها في الفيلم التلفزيوني ويلما اللي كان على العداء الاولمبيه الامريكيه ويلما رودولف، تصور في مصر عام 1977، وهنا فين تعرف دينزل واشنطن على باوليتا اللي ولات فيما بعد مراته بحيث تزوجوا في 1983، ومن ديك الساعه هما مزوجين وكيتعتبروا واحد من انجح الازواج في هوليوود. عندهم 4 ديال الدراري، جون ديفيد واشنطن اللي هو ممثل ورياضي سابق في الفوتبول الامريكان، كاتيا واشنطن، واثنين ديال التوأم هما أوليفيا ومالكولم واشنطن. دينزل معروف بإيمانه المسيحي القوي وكان كيفكر يولي وايد. الانطلاقة الكبيرة ديالو كانت في 1982 ملي تم اختياره في مسلسل طبي مشهور سنت إلسوير باش يلعب دور الدكتور فيليب تشاندلر واللي خلاته مشهور عند الناس. فهاد 6 سنوات ديال المسلسل دينزل كان كيطور المهارات ديالو وكيبين انه ممثل عنده العمق والتنوع، ولكن كان طموح ديالو اكبر من التلفزه. دينزل قدر يدير انتقال سلس لعالم السينما، وكان اول دور كبير ليه في فيلم كراي فريدم في 1987 اللي لعب فيه دور الناشط الجنوب افريقي ضد الابارتايد ستيف بيكو. Because black is commonly associated with negatives, the black market. Why call yourselves black? I mean, you people are more brown than black. Why do you call yourselves white? You people are more pink than white. هذا الدور خلاه يترشح لأول مرة لجائزة أوسكار وكأفضل ممثل مساعد، ولكن الفيلم اللي غادي يبدل المسار ديال حياته هو غلوري 1989 اللي لعب فيه الدور الجندي سيلاس وربح على هذا الدور جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد. Celebrating the 35th anniversary of Glory, the director's reflections reveal the profound impact of working with Denzel Washington and his co-stars. Denzel, fully immersed in his role, demanded a level of concentration that taught the director the importance of not disrupting his focus. Things that I found in doing research I brought to the character. Denzel brought to life a performance that transcended the written script, adding depth and nuance not originally envisioned. The white man give you a couple of stripes, next thing you know you hollering, ordering everybody around like you the master himself. You ain't nothing but the white man's dog. Denzel's character was set up as this ne'er-do-well. It was a guy you're never going to be able to depend on. What are you? So full of hate you just want to go out and fight everybody. We prevailed on Ed that that's more of a cliche than a reality. التسعينات دينزل بدا كياخذ ادوار اكبر، لعب بزاف ديال الشخصيات القويه والمعقده، من ملاكم مظلوم في فيلم دو هوريكان في 1992 حتى للقائد الحقوقي مالكوم اكس في فيلم مالكوم اكس في 1999. When you tell your people to stop being violent against my people, I'll tell my people to put away their guns. اللي خلاه يتلقى ترشيح آخر لجائزة الأوسكار. الأداء دياله في هذا الفيلم كان قوي بزاف وخلاه يبين بأنه واحد من أفضل الممثلين في هوليوود. 7-year-old leader of the Black Muslim movement today faced paternity. دينزل واصل النجاح دياله خلال التسعينات وأدوار بحال المحامي في فيلم فيلادلفيان اللي كان كيدافع على مريض بالإيدز، بينات مدى التعدد دياله كممثل. في 2001 دينزل واشنطن غادي يدير تاريخ مرة أخرى في فيلم Training Day اللي لعب فيه دور بوليسي فاسد أورشيوي. To protect the sheep, you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf, you understand? I became a cop to put away drug dealers, the poisoners, the criminals, not to be one. تمرود دي. Son, this is the game I'm playing his ass. That's my job. تمرود ليو. Big seizures, Jake. We make the big arrests. But you're also gone so cool, cheat by. Man, I didn't sign up for this. The shit's chess, it ain't checkers. 1-1. Kong Kun Song Kun. It's not what you know, it's what you can prove. Kong Kang Lu Khan. Top Denzel Washington. Chana Oscar Nam Chai Yot Yim. King Kong ain't got shit on me. La Ethan Hawke.
I'm not like you. Night. Trending day. I'm water. Boom! You never know. That's the point. هذا الدور خلاه يربح أول جائزة أوسكار كأفضل ممثل رئيسي، وهذا الشيء كان إنجاز كبير، خصوصا حين هو ثاني ممثل أسود أمريكي كيربح هذه الجائزة من بعد سيدني بواتين. مسار ديال دينزل كان كمل في الألفينيات بالأفلام بحال Man of Fire 2006، Inside Man 2004، وامريكان غانغستر 2007. وزيد على هذا الشيء بدا كيدير الاخراج ديال الافلام بحال انتوان فيشر في 2002 وذا جريت ديبيتر في 2007. في حياته الشخصيه دينزل كان ديما كيعتبر العائله والايمان الحوايج الاساسيه في حياته. من 1983 هو مزوج بويليتا وعنده أربع ديال الدراري. كيقول دينزل أن الزوجة ديالو هي اللي كانت ديما كتحافظ عليه متواضع وسط أضواء هوليود. هو مسيحي متدين وكيقول بزاف أن الإيمان ديالو هو اللي كان كيعاونه في كل القرارات ديالو حتى في الحالة النفسية ديالو والمسائل اللي كتعلق بالروحانيات. Thank you Jesus. Thank you Jesus. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in God's sight. I've been in the gym. Sit down. I'm sorry. No, sit down. I'm going to go back a little bit more because Bishop started with yes, yes, yes. But my father would say, and you know, yes, Lord, come on, y'all. Yes, Lord. Come on now. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. واشنطن معروف حتى بخدمة المجتمع ديالو، حيت كان ديما كيدعم الجمعيات اللي كيعاونوا الشباب وكيقدم فرص للجيل الجديد. I'm up here to say thank you to God for giving me this ability, for blessing me, for shaping me, for chastising me, for teaching me, for punishing me, for allowing me to be a vessel and touch people around the world. I want to thank AFI, Cicely Tyson, Ed Zwick, Spike Lee, Carl Franklin, Alan Nirop, my mother. She's 95 years old now. She's something else. She's tough. Everything ends in because I'm your mother. That's why. Shut up. Still, the other day. Because I'm your mother. That's why. Shut up. To my father who taught me by example how to be a gentle man. The most important person in my life. 40 years. 40 years of sacrifice, 40 years of forgiveness. She taught me about faith, spirituality, love, real love, unwavering love, in spite of myself. I would not be alive without Pauletta Washington. I wouldn't be alive. Small minds. Discuss other people. Gossip. Good minds discuss events. Great minds discuss ideas. I was Eleanor Roosevelt. I was also Pauletta's father, my father-in-law. He was a great man. He taught me so much about what being a man really is. In this
Twitter tweet, meme world that we've created for our children. The least we can do is consider what we've done and think about the young people, the future, and individually, collectively do the best we can to try and turn this thing around. I blame no one. I look in the mirror. On the other side of it, what an opportunity we have, because tomorrow's the first day of the rest of our lives. So what an opportunity we have to practice what he preached. Good night. مسار دينزل واشنطن كيمتد لأربعين سنة وباقي حتى اليوم كيدير الأدوار القوية سواء كممثل أو مخرج. الكاريزما، العمق والتفاني ديالو خلاه واحد من أعظم الممثلين ديال الجيل ديالو. فضل النجاح ديالو والشخصية المتواضعة ديالو، واشنطن غادي يبقى دائما مصدر إلهام لأجيال جاية. من الأفلام الجديدة ديالو دو إيكواليزر، الجزء الأول والثاني والثالث كلهم تفرجت فيهم وعجبوني واستمتعت بزاف، وكنظن ان بزاف الناس غيتفقوا معايا بان دو ايكواليزر افلام يعني اللي كانت ممتازه. Hey, how you doing? I'm the driver you called to take home your girlfriend. The credit card was invalid. Come in. You're not going to ask me if she got home okay? I'm going to need your cameras, cell phones, anything you might have used to record what you did to her tonight. Knocked on the wrong door tonight, Pops. Ever see Star Trek? Yes, sir. You make sure I get a 5-star rating. Yes, sir. الفيلم الجديد ديالو اللي غادي يخرج في شهر نوفمبر الجاي Gladiator الجزء الثاني بين باللي دينزل باقي عنده ما يعطي. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? دينزل إنسان رائع وممثل موهوب اجتهد على راسه رغم الظروف اللي عاشها في سن المراهقة بالاجتهاد والعزيمة، قدر باش ينجح ويكون أسرة مع الزوجة ديالو وأولاده تاهما ناجحين في الحياة ديالهم. شكرا لكم وإلى فيديو آخر. تهلاو في راسكم وخليكم دائما متواضعين ومتألقين. تهلاو.